أنا هنا في وسط مدينة غزة، ومن خلفي أول مخبز يتم إعادة تشغيله في المدينة وشمال القطاع بشكل عام منذ أشهر طويلة. منذ أشهر لم يدخل أي طحين إلى القطاع، إضافة إلى انعدام الوقود وكذلك استمرار الحرب وقصف المخابز. الأسباب الماضية أدت إلى توقف المخابز عن العمل، لكنها عادت اليوم، وهذه باكورة الافتتاح من خلال برنامج الأغذية العالمي. لذلك ازدحام شديد من المواطنين يحاولون الحصول على عدد من أرغفة الخبز. مهمة الحصول على ربطة الخبز مهمة بالغة التعقيد والصعوبة، وتستوجب انتظارا لساعات وتوقف في طوابير طويلة. أنا أكلت أكل الحمير، أنا أكلت أكل الجمال، أنا أكلت أكل الحصان، أنا أكلت أكل العصافير، البط، وبعينا مرضنا إحنا من هذا، إحنا مصدقنا نحصل على ربطة الخبز، وهذا مش حل. بدنا عيشة إحنا زي العالم، بدنا نعيش زي الناس ما هي عايشة برا. إحنا ميتين على وش الدنيا، إحنا أولادنا وشبابنا في الجنوب، بدنا أولادنا يجونا من الجنوب. تم تهيئة المكان ووضع حواجز حديدية لمنع الازدحام، إضافة إلى أن المواطن لا يحصل إلا على ربطة خبز واحدة. ربطة واحدة يا حاج، بس ربطة، خلي الكل ياخذ يا حاج، خلي غيرك ياخذ، الكل لازم ياخذ. إحنا اليوم الأول بدأنا فيه عمل في المخبز لإنتاج الرغيف. بدأنا العمل بالشراكة مع WFP برنامج الغذاء العالمي. لسعر الربطة 5 شيكل واحد. إحنا من فضل ربنا عندنا 3 خطوط إنتاج قادرين لكلبية أغلب سكان شمال قطاع غزة. من كان يظن أن الحصول على رغيف الخبز هذا يستحق كل ما حصل، مئات الشهداء وأشهر من المجاعة وتدخل أممي من أجل تشغيل مخبز واحد في شمال قطاع غزة، لكن على كل حال الفلسطينيون سعداء ومستبشرون خيرا بأن يلحق هذه الانفراجة انفراجات أخرى، خصوصا أن المجاعة لا تزال تضرب بقوة ويمكن للأمور أن تنتكس في لحظة واحدة. هذا ما لا يأمله الغزيون، أما ما يأملونه أكثر فهو عودة النازحين من الجنوب ووقف دائم وشامل لإطلاق النار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخبز عدور، أول مخبز تم تشغيله في شمال قطاع غزة منذ بداية الحرب.